قال وزير الخارجيه سامح شكري ان مصر تعتبر القضيه الفلسطينيه صلب القضايا الاقليميه وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني اشار وزير الخارجيه الى ان مصر اصرت على ان يبقى معبر رفح مفتوحا وسعت مع الشركاء الدوليين لايجاد اليه لادخال المساعدات الكافيه لغزه تاكيد سيطرت على مباحثاتنا القضيه الفلسطينيه وتطورات الحرب على غزه وكان القضية مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة تناولنا ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة من مأساة إنسانية حقيقية تعد من أبشع أزمات التي يشهدها تاريخنا المعاصر بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي واتساع دائرة الصراع وهو ما شاهدناه بالفعل في اتساع دائرة الصراع إلى لبنان وإلى اليمن والبحر الأحمر وإلى التوتر الذي شاب العلاقات الإيرانية التركية الإيرانية الإسرائيلية أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية لأن الأوضاع تتفاقم إلى الأسوأ كل مدى وضروره العمل على منع التهجير وتصفيه القضيه الفلسطينيه وضروره فتح كافه المعابر لتوفير المساعدات بالكم اللازم وضروره حمايه العاملين في القطاع الانساني